فازا ما فعلت القذائف بالشارع. الله عليك يا بشار، الله عليك يا زولي. هاي السيارة، هاي السيارة كانت ضحية لقذائف بالشارع. ايش الذنب السيارة لحتى تكون ضحية؟ وهي قطع السيارة والأضرار اللي تضررت فيها كل الحارة. هذا هو البيت، أطفال آمنين، أطفال أسر، أطفال بلغ علامة، لحقتها أضرار، لحقتها مشاكل، كلها من هناك لا تزال بشار. الله عليك يا بشار، الله عليك يا ظالم. هاي الأضرار اللي ضررت ما اكتفى بشار بقذائفه، وهي الأضرار اللي ضررت فيها بقذائف بشار. الله عليك يا بشار، الله عليك يا ظالم. هاي القذيفة ضحايا السيارة إذا نزلت فوق واحد كان قتلته، بس الله الله ضدك يا بشار، الله عليك يا ظالم، الله عليك يا ابن الحرام. تاريخ 20/12/2012، مارت مصري.